أداة فعلي. أنا سوكيني. أي. أوس. محمد. أوكي أناس. غير زاوية كيفين تعال أنت هنا وهو هنا. طيب خلاص تمام يلا انا استعد يلا مرحيم شفنا قبل شويه حركه من حركات النينجا وحركات الجودو وهي طرق رمي الخصوم قام تنفيذها هيثم على انس العباسي ومحمد الان حنتعلم طريقه ابطال هذه الرميه في البداية الرمية تحدث من عدة مواضع عند الاشتباك مع الخصم إذا كان الخصم متمكن وظن الجودو أو نينجا أو رومانية مصارع رومانية أو مصارع عادي بالأوزان كبيرة تماسك معك وحاول يطبق فيك هذه الرمية كيف تبطلها طبعاً إذا كان وزنك صغير وخصمك وزنك لا يضاهي وزن خصمك ففي عدة طرق لمنع أو مواجهة وزن الخصم بالطريقة اللي حتشوفها الآن أوكي فلنفرض إنه خصمي حيبدأ بالرمي أوكي ممكن لاحظ في عدة طرق إنه إذا مسكني من هنا أنا ممكن إيش أنزل يده اللي هو في اعتماد الكلي على يده هذه عشان بيرميني فيها أوكي لو بدأ هيثم بيرميني أنا ممكن أنزل زيادة أحط وزني على ذراعه بالكامل حاول ترميني أوكي لاحظ فهمت؟ مجرد انه اتكب وزني على اليد اللي هو معتمد فيها على القوة واضح؟ حتمنع الحركة مرة ثانية اوكي؟ لاحظ؟ انا حطيت وزني على يده فقط احط وزني الباقي على بكسر وزن الخصم الحركة الثانية مرة ثانية اداء فعلي اوكي؟ اداء فعلي او اداء حي الوضع المشابه في الكوماتيه او في القتال. طيب الطريقه الثانيه حتكون من الناحيه هذه نفس الشيء حتتبين لك يدي اليمين انا سوت اوكي واحد لاحظ انا وضعت يدي هنا ارميني اوكي واضح؟ اي بامكانك انك تضع يدك الثانيه بامكانك انك تضع اي احدى ايديك على ورك الخصم هاي المانع بس تأكد انك تشتغل على اوضاع الجاكو انك تستخدم الاوزان العكسية ارميني واضح مجرد انك تتكي بيدك على ورك الخصم او حوض الخصم هاي المانع حيتمنع الحركة من الرمي اوكي في الشكل واصل اداء الفعلي في عندك عدة طرق لمنع هذه الحركات بامكانك تستخدمها اهم شيء هي المفهوم الداخلي للدخول او وضع وزنك بعكس وزن الخصم وليس في صالح وزن الخصم اوكي لما انت تكون وزنك مع وزن الخصم فممكن سقوط هناك شباب لما يكون وزنك مع وزن الخصم فيسهل عليه رميك ولكن لما وزنك يتحرك بعكس وزن الخصم فحيوجد صعوبة في التحرك مع وزنك
ممكن الكلام يكون كثير ولكن الشرح أسهل. مرة ثانية كم لاحظ كم يدي خلفية كم بإمكاني أروح أنا هنا لاحظ ما حيقدر يوزع أي وزن القوة كلها حتضيع لو أنا حطيت وزني هنا مع الخصم كم تحرك أنت عكس وزن الخصم ولا تتحرك معه لو إنه رحت مع الخصم نفسه أوكي لو رحت بوزن هنا لاحظ وزني ضاع أوكي لأنه أنا ماشي مع وزن الخصم كم لا تروح مع وزن الخصم انتبه لا تروح مع وزن الخصم خلك عكس طريقة ثانية لاحظ النزول أسفل لأنه الخصم هو معتمد على أنه يأخذك على فوق يبقى وزنك يبقى الكتلة العلوية من جسدك حتى يرميها أوكي؟ فحاول أنك تخلي الكتلة هذه تسقط في الأرض فبالتالي يصب عليه رميك مرة ثانية أوكي؟ لاحظ أداة فعلي هيدا وصلت؟ أوكي وزنك يتحرك بعكس وزن الخصم اللي ابغاه منكم انكم تركزوا دائما على اوضاع اليدين اوكي وبس الى هنا تحط يداتك هنا او تحط يدك هنا او تحط يد وزنك في الخلف او انك تنزل اوكي لاحظ ركبته مطنيه بامكانك تستفيد منها بوضع ركبتك هنا او هنا اوكي مره اخرى اوكي اوكي ركبته اوريدي من ثانيه اساسا من ثانيه فكل عليك انك تزيد ثانيه زياده حيسقط في الخصم. من اهم حركات اسقاط الخصم دائما يا هيثم اوكي للشباب كلهم. انك تتحرك بعكس حركه الخصم. اوكي؟ كيف؟ اذا خصمي هو هيثم انت فين رايح لما تمسكني الان؟ اوكي؟ لاحظ امسكني. فين حتروح؟ اشر بيدك بس. اوكي؟ اذا انا ما حطاوع نفسي اني اروح هنا، انا حروح هنا. اوكي؟ حتى لو كانه ابغى ضارب شخص اخر هنا، اوكي؟ روح. لاحظ فهمت؟ كانك تبغى تضارب شخص اخر هناك حط التنشن حقك والانتباه حقك كله في مكان اخر او في الجهه العكسيه من تحرك خصمك مره اخرى اوكي؟ بهذه الطرق تستطيع ان تكسر خطه خصمك مهما كان وزنه ما ححسبها هذه يعني لا تتابع معي انت قد اشرح بس خليك ياي في عنف لا تكونوا باردين شو ما يقولوا ناعمين دول الشباب تأخرت فيها يلا قاعد تدور القميص يا ناس غلط قاعد تدور القميص خش على طول ثبت نفسك امسك قميص باليمين واليسار وارمي على طول سعيد طبقها انت سعيد يا سلام اوكي طيب تعال يا ناس بس خلاص